إذا نبدأ مع التصحيح، الثمن الرابع من السلسلة ديالنا، السلسلة رقم جوج ديال الدوال اللوغاريتمية. دونك في التمرين كان عندنا الآتي، فوالا الآلان ديال إكس زائد واحد صغر من زيرو. دونك عندنا أربعة الحالات غادي نحاولو نخدمهم. دونك نبداو بالحالة الأولى، هي آلان ديال إكس زائد واحد أصغر من زيرو. دونك دائما كنحدد مجموعة التعريف ديال لينيكواسيون ديالي، دونك غادي تكون هي اكس زائد واحد اكبر من زيرو. بطبيعة الحال هنايا مع الشرط ديال ان قلنا فوالا ان اكس تنتمي الى ار، اكس تنتمي الى ار بحيث اكس زائد واحد اكبر من صفر، اي ان اكس اكبر من ناقص واحد. اذا دي ديال لينيكواسيون ديالي او ديال المتراجعة ديالي هي من ناقص واحد حتى بلس لانفيني. دونك الان عاد كنمشي نحل المتراجعة ديالي. دونك باش نحل المتراجعة هنا، فاش كتكون عندي الالان ديال اكس اصغر من زيرو، كتعني ان اكس القيمة ديالها كتكون محصورة ما بين زيرو وواحد. اذا هنايا غنقولوا ان الالان ديال اكس عندنا اصغر من زيرو، بمعنى ان اكس زائد واحد محصور ما بين صفر وواحد. وانا كندير التعطيل العكسي، يعني كان الواحد كندير الطرفين معا، دونك كتولي اكس صورة ما بين زيرو طبعا الحال وناقص واحد. وبالتالي مجموع هاد الحلول ديالي اس ستكون هي التقاطع ديال المجال مع المجال اللي عندنا من ناقص واحد حتى بلس لانفيني، يعني مجموع هاد الحلول ديالي هتكون من ناقص واحد حتى زيرو. تسمع دي قطعا طبعا على زيرو خارج المجال ديالي، وبالتالي المعادلة ديالي كتكون الحل المتراجعة ديالي يكون هو المجال هذا. دونك ندوزو للحالة الثانية. دونك عندنا ألان ديال إكس زائد واحد أكبر من ناقص الألان ديال ثلاثة ناقص إكس. دونك أول حاجة نحدو مجال التعريف ديال المتراجعة ديالي. دونك هما الأعداد الحقيقية إكس تنتمي إلى R، بحيث كتحقق أن إكس زائد واحد أكبر من زيرو وثلاثة ناقص إكس أكبر من زيرو. بالتالي هنا غادينا هي أن إكس أكبر من ناقص واحد وإكس أصغر من ثلاثة. دونك التقاطع ديال المجالين رسمو المستقيم المدرج دائما. دونك زيرو عندنا واحد، دونك هنايا ثلاثة بطبيعة الحال هنا جوج، فوالا ناقص واحد ناقص جوج، هنا موان لانفيني وهنا بليس لانفيني. دونك غندير المجال الأول عندنا هنايا هو من ناقص واحد حتى بليس لانفيني، دونك غنديرو باللون الأحمر. وغندير المجال الثاني ديالي اللي هو غيكون، دونك غنديرو بالخضر، اللي هو من ثلاثة لبليس لانفيني. دونك مجال التقاطع ديال المجالين معا غادي يكون هو طبيعة الحال من ناقص واحد تل ثلاثة، فوالا يعني هو هذا المجال، هذا هو المجال المشترك اللي فيه الألوان المشتركة اللي كيجي هو هذا، هو فيه الحمار مع الخضر. دونك هو هذا المجال، هذا يعني مجال التقاطع ديالنا عندنا من ناقص واحد حتى ثلاثة. دونك هذا هو مجال ديال التعريف ديال دي ديال التقاطع ديالو. غنشوفو الحل ديال المتراجع. دونك هنايا غتولي لنا الالان ديال اكس زائد واحد ناقص الالان ديال ثلاثة اكس، نجيبها للطرف الاخر، دونك كتولي زائد بطبيعة الحال الالان ديال ثلاثة ناقص اكس، ستكون اكبر من زيرو. دونك كتولي لنا هي الالان ديال اكس زائد واحد مضروبة في ثلاثة ناقص اكس اكبر من زيرو. طبقنا العلاقة ديال الالان ديال ا زائد الالان ديال بي كتساوي هي الالان ديال ا فوا بي. الى هنا تولي لنا هي الالان ديال ثلاثة اكس ناقص اكس اس اثنان زائد ثلاثة ناقص اكس اكبر من زيرو. نقولتنا الالان ديال ناقص اكس اس اثنان زائد اثنان اكس زائد ثلاثة فوالا أكبر من صفر. إذا هنايا غادي نديرو
المعادلة ديالنا غتولي على الشكل هنايا ال ln، ملي كنهضر على ال ln ديال اللي كيساوي زيرو و ال ln واحد، بمعنى كتولي لنا المعادلة هي المتراجع هي ال ln ديال ناقص اكس اس اتنان زائد اتنان اكس زائد تلاتة أصغر من أكبر عفوا من ال ln ديال واحد، وبالتالي كتولي ناقص اكس اس اتنان زائد اتنان اكس زائد تلاتة أكبر من واحد، دونك واحد كدير الطرف الآخر، دونك كتولي ناقص إكس أس اتنان زائد اتنان إكس زائد اتنان أكبر من الصفر. دونك أنا كنمشي نحسبو الدلتا، دونك هي بي أس اتنان أربعة ناقص أربعة مضروبة ناقص واحد بجوج، دونك هي أربعة زائد تمانية أي هي 12. دونك هنا غادي نديرو جدول الإشارة ديالنا، دونك هنا كنا حسبنا الدلتا شحال لقيناها كتساوي، دونك لأن الدلتا كتساوي 12، وبالتالي إكس واحد غتساوي ناقص بي، دونك بي شحال كتساوي هي جوج، دونك ناقص جوج زائد جذر 12 على ناقص جوج، حيت أ عندنا كتساوي هي ناقص واحد، دونك هي ناقص جوج. دونك هنا غادي تجي كتساوي دونك جوج غتختزل مع جوج ومع جوج، دونك غتبقى لنا دونك هنا باش نزيد البسطة جوج زائد بقى لنا اتنان جذر تلاتة على ناقص اتنان، دونك نعمل بناقص اتنان غتبقى هي واحد ناقص جذر تلاتة على ناقص جوج، فوالا ناقص جوج غتختزل مع ناقص جوج، إذن غتبقى لنا هي واحد ناقص جذر تلاتة. من بعد عاوتاني غنديرو اكس جوج هتجي كتساوي هي ناقص جوج ناقص جذر 12 على ناقص جوج، دونك المجال غتجي هي ناقص جوج ناقص جوج جذر 3 على ناقص جوج، دونك غنعمل بناقص جوج غتبقى واحد زائد جذر 3 على ناقص جوج غتختزل، دونك غتبقى لنا هي واحد زائد جذر 3، واحد زائد جذر 3 واحد ناقص جذر 3 هما الحلول ديالي. وعندنا المعادلة ديالنا ناقص اكس اس اتنان ناقص جوج اكس او زائد جوج اكس زائد جوج من موال لانفيني حتى البليس لانفيني، دونك هنا غيكون عندنا اكس جوج وهنايا اكس واحد اشارة اخر الحلين، وهنا عندنا زائد، دونك هنا مجموعة الحلول عندي هنايا هي من واحد ناقص جذر ثلاثة على واحد زائد جذر ثلاثة اس ديالي تقاطع ديالها مع المجال ديال التعريف مع الدي دي اي اللي غتجي كتساوي قلنا هي من واحد حتى عفوا من واحد من واحد ناقص جذر ثلاثة حتى الواحد زائد جذر ثلاثة تقاطع ديالها، شحال قلنا مجموعة التعريف لقيناها هي من ناقص واحد حتى ثلاثة، فوالا التقاطع ديال هاد المجالين. إذا التقاطع ديال هاد المجالين دونك غنديرو المستقيم المدرج ديالنا هنا زيرو واحد جوج ثلاثة وهكذا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، نجي نديرو التمثيل المبياني ولا التمثيل ديال المجال الأول اللي هو من واحد ناقص جذر ثلاثة تقريبا كتجي شي ناقص 0.73، فوالا عفوا دونك هو هذا تقريبا كيجي هنايا، وهادي كتجي شي 2.73، فوالا تقريبا كيجي المجال ديالي هو هذا اللي باللون الأحمر. موراها غنديرو التمثيل ديال المجال الاخر، في الاخر كندير التقاطع ديالو نديرو بالاخضر، وعندنا من ناقص واحد حتى لا يمثل ثلاثة، هو هذا المجال هذا كامل معكون هذا راه بالاحمر نديرو بالصح هنا كاع هو هذا هو المجال الاول ديالنا، دونك التقاطع ديالو ما يجي هو هذا، دوك المجال هذاك هو الصغير، وبالتالي مجموعة الحلول ديالي هي من واحد ناقص جذر ثلاثة حتى الواحد زائد جذر ثلاثة، دونك هذه هي مجموعة الحلول ديالي، هذه هذا المجال راه جا ضمن المجال ديال مجموعة التعريف.
دونك نبدلو اللام ديالنا، ندورو ندوزو الحالة عفوا، فوالا دونك غادي ندوزو الحالة اللي موراها، هانا البياض هاي هاي. دونك العملية اللي موراها كانت عندنا، كنا اشتغلنا العملية الثالثة ياك، فوالا العملية الثالثة عندنا الالين ديال جوج اكس ناقص أربعة ناقص الين ديال ثلاثة زائد اكس أكبر من زيرو. دي ديال اي هما اكس الأعداد الحقيقية، بحيث جوج اكس ناقص أربعة أكبر من زيرو، و ثلاثة زائد اكس أكبر من زيرو. دونك هنا كطينا جوج اكس أكبر من أربعة، و ثلاثة أو لا اكس عفوا أكبر من ناقص ثلاثة، بالتالي اكس أكبر من جوج و اكس أكبر من ناقص ثلاثة. إذا المجال عندنا هنايا غيجينا ديال اكس ينتمي للمجال من جوج حتى زائد ما لا نهاية، و اكس ينتمي للمجال من ناقص ثلاثة تل زائد ما لا نهاية. فشد المستقيم ضرب التقاطع ديالو كيجيك عفوا دي ديال لينيكواسيون ديالنا هو من جوج حتى لبلوس لانفين. دونك الان غنمشيو وغنحلو المتراجعة ديالنا. دونك عندنا الالين هنا الناقص، هنا بحال الالين ديال ا ناقص الالين ديال بي اجي كتساوي هي الالين ديال ا على بي. دونك هنا غنجمعهم غتولي لنا هي الالين ديال جوج اكس ناقص اربعة تقسيم ثلاثة زائد اكس، غتكون اكبر من زيرو تكافئ هي واحد، يعني ان جوج اكس ناقص اربعة على ثلاثة زائد اكس غتكون اكبر من واحد دونك تكافئ. انا غادي نجيبو ناقص واحد الطرف اخر، اي ان جوج اكس ناقص اربعة على ثلاثة زائد اكس ناقص واحد اكبر من زيرو. غنوحدو المقامات، دونك غيولنا هي جوج اكس ناقص اربعة ناقص ثلاثة ناقص اكس تقسيم ثلاثة زائد اكس اكبر من زيرو. دونك غنبسطو العملية ديالنا، شنو غتولنا؟ جوج اكس ناقص اكس هي اكس ناقص سبعة تقسيم ثلاثة زائد اكس اكبر من زيرو. دونك خصنا ندرسو الاشارة ديال اكس ناقص سبعة مع اكس زائد سبعة. دونك غنديرو جدول الاشارة ديالنا. دونك شنو يكون عندنا في جدول الاشارة؟ جوج ديال المعادلات او جوج ديال الحدوديات من الدرجة الاولى. فوالا الحدودية الاولى عندنا تما اكس ناقص سبعة، والحدودية الثانية كانت عندنا تما هي ثلاثة زائد اكس ياك. تبانت اكس دي مزيان، ثلاثة زائد اكس، اذا من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية. وهنا الخارج ديالهم اكس ناقص سبعة على ثلاثة زائد اكس. مزيان، دونك هنا كتنعدم في سبعة إشارة أ، وهذه كتنعدم في ناقص ثلاثة. فوالا دونك هنا إشارة أ عكس إشارة أ، هنا إشارة أ، وهنا عكس إشارة أ. إذا في الأخير غندير الخارج ديالو، إذا هذه غير معرفة في هذه المجال بطبيعة الحال لأن عندي في المقام، وهنا هذه كتنعدم. دونك الزائد في الزائد هو الزائد، ناقص الناقص والناقص الناقص هو الزائد. دونك المجال ديالي هنايا اس غيكون هو من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص ثلاثة، اتحاد من سبعة حتى زائد ما لا نهاية. إذا في الأخير خص التقاطع ديال هذا المجال هذا اس مع دي ديال او اللي هي من جوج بلس لانفيني. دونك راه هذا هو المجال الصغير، وبالتالي مجموع الحلول ديالي اس، دونك انا نسميه اس واحد، غيكون هو دي ديال او تقاطع ديالها مع اس واحد، اللي غتجي كتساوي هي من جوج حتى لبليس عفوا من سبعة حتى لبليس لانفين.
فوالا دونك انا سبعة ماشي مشكل تكون داخلها، لان اللي كنت داخل في المجال ما يوقع حتى شي حاجة. دونك عندنا من سبعة حتى البليس الانفين، المجال الصغير عندنا هو من سبعة بليس الانفين التقاطع ديالو. دونك هذه هي مجموعة الحلول ديالنا ديال المعادلة ولا المتراجعة رقم ثلاثة. إذا الأخيرة ندوزو المتراجعة رقم أربعة، عندنا الـ ln ديال إكس أس إتنان زائد 11 إكس زائد 30 أكبر من الـ ln ديال إكس زائد أربعة. سيروا حدوا ليا مجموعة التعريف. دونك مجموعة التعريف ديالنا باش نحدوها، إذا مجموعة التعريف باش غادي نحدوها هي دي دي اف، ولا ديال اي عفوا، في دي دي اف فوالا. دي ديال اي هي من قلنا هما لي زيكس اللي كينتميو لار، بحيث اكس اس اتنان زائد 11 اكس زائد 30 اكبر من زيرو، و اكس زائد جوج اكبر من زيرو. دونك هذه حدوديه الدرجه الثانيه، غنمشي نحسب لها الدلتا ياك، وغادي نلقى عندها جوج ديال الحلول اللي هما ناقص 6 ناقص 5، وهي اشارات خارج الحلين. وبالتالي العمليه الاولى غطيناها هي اكس تنتمي، يعني حاولوا تخدموها وغادي تلقى هي من ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 6 اتحاد، من ناقص 5 حتى بليس لانفين، و عاوتاني اكس هادي غتجينا المجال من ناقص 2 حتى لبليس لانفين، عفوا 4 تما، ولكن عندنا 4 عفوا، و دونك هنا 4 عفوا، دونك هنا 4، دونك هنا جينا من ناقص 4 حتى لبليس لانفين. دونك التقاطع ديال هاد المجالين كيعطينا ان دي ديال لينيكواسيون ديالي او لا ديكواسيون، على حسب كل واحد شنو كيسمى، ولا دي واحد ولا دي جوج على حسب العملية. دونك كتجينا هي من ناقص 4 حتى زائد ما لا نهاية. و كنمشيو نحلو المعادلة ديالنا. دونك غادي نجمعو هنايا مباشرة، عندنا ال ln هادي اكبر من هادي مباشرة، غنقولو ان ال ln ديال اكس اس 2 زائد 11 اكس زائد 30 أكبر من إكس زائد 4. دونك تكافئ أن في الأخير غتولي المعادلة ديالي هي إكس أس 2 زائد 9 إكس زائد 29، خصها تكون أكبر من زيرو. غنحسبو الدلتا وغنخرجو الحلول ديالي. دونك هنايا غادي نلقاوها الدلتا هادي كتساوي هي 9 أس 2 ناقص 4 مضروبة في 26. دونك غتساوي 9 أس 2 هي 81 ناقص 4 في 26، دونك 4 مضروبة في 26 غتجينا 104 ناقص 104، دونك عدد كي داير سالب 104، دونك غتجينا واحد القيمة اللي هي أصغر من زيرو. بالتالي الإشارة الحدودية هي إشارة أ موجبة، وبالتالي هنايا غتجينا دي أو، هنا يجينا دي واحد كيساوي هو إر كاملة، هذه موجبة في إر كاملة. وبالتالي التقاطع ديالنا مجموعة الحلول إس غتكون هي دي ديال إي تقاطع ديالها مع إس واحد، اللي غتجينا هي من ناقص 4 حتى زائد ما لا نهاية. دونك هذا هو مجال الحلول ديالي ديال المتراجعة الأخيرة. دونك في انتظار إن شاء الله التصحيح ديال التمارين المتبقية من السلسلة ديالنا، اللي بقاو لنا التمارين ديال النهاية زائد التمارين ديال مشتقة، وفي الأخير التمرين ديال ميد ماتس.